انا جيت هنا بقى هي انا ما كنتش اعرف ان انا هرتاح كده وهنبسط كده بالطريقه دي. هنا بيحصل عظمه كبيره جدا وفي بركه من عند ربنا حاجه غريبه. انا اول ما دخلت اصلا من المستشفى ما حسيتش ان ده مستشفى, ان هنا في مستشفى وحاجه تقبض زي ما بنخش كل المستشفيات, يعني بيبقى دايما متعودين على كده يعني. لا هنا ما فيش الكلام ده خالص, هنا في رحمه, في حاجه كبيره قوي بتحصل من عند ربنا انا مش قادر يمكن افسرها. انا بدعو كل الناس وكل الفنانين اللي بجد كل فنانين مصر معروفين بان عندهم قلوب كده حلوه يعني ورحمه في قلوبهم, ما كانوش بقوا فنانين كبار يعني, بدعيهم كلهم ان هم فعلا تيجي المكان ده وتيجي تزور وتغني للناس او الناس تشوفهم. هنا محتاجينكم جدا جدا جدا, ده ناقص يعني بشكل مش طبيعي. المجهود اللي بيحصل هنا من يعني في هنا حاجه بتحصل مهمه قوي في كل الاماكن, ان هم بيعالجوا نفسيا قبل ما بيعالجوا المرض. وانا عشان خاطر كان عندي مشكله وشفت ده كتير, فدي حاجه فوق الوصف انا مش قادر اتكلم عنها يعني. اتمنى كل الناس تيجي تشوف الجمال والعظمه اللي ربنا سبحانه وتعالى حاططها في قلوب الناس هنا والمكان هنا كمان يعني.